السلام عليكم جميعا، وائل شعيب معكم بفيديو جديد. واليوم معنا كمان سؤال سؤالين، راح احاول اجمعهم واختصر الوقت قد ما فيني، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. رح ابدا انا بالسؤال، هني سؤالين واحد اقدم من واحد ومن نفس الشخص، ولكن انا حسيتهم هيك قراب من بعضهم فينا نجمعهم ويكونوا سؤال واحد لنقدر نجاوب عليه. فبيقول السؤال من كلايد ماي: مرحبا كابتن، انت مره قلت ان العضلات ضروريه بالكاراتيه والفنون القتاليه. طيب انا لو تعلمت حركه من حركات الكاراتيه وظبطتها منيح، اكيد ما راح تساعدني بتقويه العضلات، وبالتالي ما راح تفيدني لا بالدفاع عن النفس ولا غير شيء. فسؤالي هو: اللي بده يتعلم الكاراتيه بالبداية لازم يقوي عضلاته وبعدين يتعلم حركات الكاراتيه، ولا بالعكس؟ يعني على شو يتدرب بالأول، على تقوية العضلات ولا حركات الكاراتيه؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني بيقول كمان من نفس الشخص، بيقول: هلاو هلاو كابتن، اللي بده يتمرن على تقوية عضلاته كمان يحتاج مدرب مثل اللي بده يتمرن على حركات الكاراتيه؟ طيب أول شيء، يمكن في لازم أوضح شغلة. أول شيء، المدرب ممكن بفترة من الفترات كان لاعب، ممكن يكون لاعب عادي، ممكن يكون لاعب ومشارك بطولات، ممكن يكون لاعب ومدرب بنفس الوقت، تمام؟ يعني الشخص لبين ما وصل لمرحلة مدرب فهو قطع مرحلة كتير، إن كان من الدراسة وإن كان من تجارب عديدة. فهذا هذا الشيء اللي بيميز الشخص المدرب عن اللاعب، تمام؟ وحتى هذا الشيء بيميز المدربين عن بعضهم. يعني في مدرب بس، وفي مدرب حاصل على ماجستير، وفي مدرب حاصل على إجازات في اختصاصه نفسه. يعني مثلا خليني أقول واحد كونه الرياضة ببعض الأماكن ما هي مهني ثابتة أو دراسة ثابتة، وإنما هي شيء بجانب الشيء الأساسي. يعني مثلا واحد ميكانيكي ولكن بيلعب كاراتيه، ومع الوقت صار عنده خبرة، قدر يعطيها للأطفال أو للاعبين اللي عنده، فصار مدرب. وفي ناس مدربين وعم ياخذوا هذا الموضوع بجدية وعم يعتبروها كأنها هي مهنتهم إنه يكونوا مدربين. يعني عندهم دراسة في الرياضة، عندهم كورسات، عندهم عاملين، يعني عاملين كورسات، عاملين دراسات، عاملين بحوث. ومو بس هيك، ممكن يقعدوا يضلوا يقروا كتاب حفظانين نصه او قريانينه كذا مره، بس ممكن انه يكون في شغله غايبه عنهم يرجع يلاقوها مره ثانيه. فهذا كمان بيميز المدربين عن بعضهم اساسا، وخبره المدرب كمان بتلعب دوره، والقصص هي كلها. فاللاعب اللي بده يجي، اي لاعب كان، بامكانه يعمل هذا الشيء بنفسه، تمام؟ يعني ممكن هو يقعد يبحث باليوتيوب، يقعد يبحث بالانترنت، يقرا مقالات، يعمل كذا، ويفتح كتب، ويعمل اي شيء ليلاقي المعلومه اللي هو بده اياها. بهالحاله يعني بظن ما راح يكون بحاجه مدرب، ولكن المدرب بيختصر عليه هذا الطريق. يعني بيجي واحد بيقول انا بدي انزل 10 كيلو باسبوع، شو لازم اعمل؟ قدامك حلين: يا اما تقعد تقرا 6 شهور 7 شهور، ممكن اكثر من هيك، وممكن تقرا شغلات انت ما انك فهمانه اساسا بس تحاول تطبقها، وبالاخير يروح تعبك كله على الفاضي، وممكن تنجح وممكن لا. او ممكن تسال شخص اساسا اخذ الموضوع هذا بدراسه او عن تجربه، فبتلاقيه بيقعد بيحكي معك نص ساعه ساعه زمان، بيقعد بيتحاور معك ليفهم انت طلبك شو، نظامك اليومي كيف، حالتك النفسيه كيف، ليقدر يعطيك الشيء اللي بيناسبك لإلك، تمام؟ فهو عباره عن اختصار للوقت، تمام؟ وهذا الشيء اللي بيخلينا نشوف دائما المدربين هني عمرهم اكبر من اللاعبين، وهي طبيعه الحياه. يعني هذا الشيء بالنسبه لفكره المدرب، انه ليش الواحد بيحتاج مدرب؟ خبرته، الخبره اللي عند المدرب نحن بحاجتها، تمام؟ يعني حتى انا كمان بسال ناس حتى لو اقل خبره، حتى لو اكبر اكثر خبره، ممكن الشيء اللي هو عندهم انا نسيانه، ما بعرفه، بتعلمهم منهم او بكتسب شيء جديد، طريقه جديده. يعني الحوار والاخذ والرد هذا كمان شيء ايجابي كمان بيكون. والشيء الثاني اللي هو شو الواحد بيتدرب بالاول، هاي بترجع بقى حسب المدرب. اذا واحد عم يتدرب لحاله بالبيت فراح تكون الامور شوي معقده، لانه غالبا كل واحد له حاله استثنائيه، تمام؟ يعني مثلا حدا بعت لي فيديو
شفت انا في شويه اخطاء منه، انا حبيت اصلح له اياها. هذا لا يعني انه هاي الاخطاء تنطبق عليك، او هاي المعلومات او الشغلات اللي صلحناها هاي او التعليمات هي تنطبق عليك، هي تنطبق بس لهذا الشخص، وهذا بس من النظر. يعني لما بشوفه انا في الحقيقه ممكن شوف اشياء تاني، وممكن يلهمني باشياء تاني كمان. اذا خلينا نقول انا بنزل الفيديو مدته 10 دقائق، وهذا على اساس عم حاول اختصر منه 10 دقائق الى 15 دقيقه، هذا الشيء الرئيسي بالفيديو. التمرين عادة بيكون من الساعة للساعة ونص، بيكون في وقت كافي للإحماء. يعني واحد علميا بيقولوا الجلسة التدريبية أو الوحدة التدريبية بتتألف من 3 أقسام، اللي هن الإحماء والقسم الرئيسي والتمطيط أو الكول داون. فلازم يكون أول شيء فترة الإحماء، اللي هي دخول اللاعب شوي شوي، إنه تطلع حرارة جسمه شوي شوي ليكون جاهز للتمرين، عشان يكون بعيدا عن الإصابات، ما يصير في أي مشاكل يعني بصحته. ولما ينتهي التمرين كمان نفس الشيء، بينزل شوي شوي، مثلا بيعمل تمطيط، بيعمل كول داون، بيعمل أي شيء تريح جسمه ليقدر بقى يقوم ويكفي يومه بشكل طبيعي. فهذا بياخذ من ساعة لساعة ونص. فأنا إذا كل تمرين بدي أعمله ساعة لساعة ونص، بظن ما راح يضل حدا عندي على القناة. أنا باخذ بشغل القسم الرئيسي بس، اللي هو عبارة عن يمكن 45 دقيقة ممكن يكون، وبحاول بختصر منه، وبكثف الكلام وكثف المعلومات بحيث إنه ينحصر بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا. في خطة تدريبية للاعب، وهذا بيختلف كمان من شخص لشخص. يعني نحن ممكن نشوف واحد سريع بس لياقته البدنية نوعا ما بده شغل، فهذا بنشتغل على اللياقه البدنيه تبعه. ممكن واحد نشوف عنده اللياقه البدنيه حلوه بس جسمه ضعيف، عضلاته ضعيفه، فبياخذ شيء مختلف وهيك. ولكن في شيء بالعموم اللاعبين كلهم بيشتغلوا عليه، اللي هو يكون في لياقه بدنيه، تمارين معينه تنشغل ترفع اللياقه البدنيه وترفع القوه العضليه بنفس الوقت، ترفع القوه وقوه التحمل وكل شيء. وهذا غير موضوع التكرار، يعني تكرار الحركه بيعمل اشياء كثير، بيطور السرعة، بيطور القوة. إذا نحن بنرجع لكلمة التكرار، بيلعب دور جرب لعميل تمارين الضغط مرة وكرر الموضوع كل مرة أكثر. يعني اليوم بلش أعمل تمرين الضغط، تمرين الضغط العادي، يعني أعمله 5 مرات اليوم، وحاول بعد شهر تخلص 25 دفعة واحدة مثلا. وبعدين شوف حركة إيدك كيف راح تكون، شوف إيدك كيف راح تتغير، جسمك كيف راح تتغير. هلا انا ما بدي افوت بقصص كبيره، تمرين الضغط لحاله كمان ما بيعمل شيء، ولكن هي واحد من الامثله الكبيره. ارقد 5 دقائق اليوم، استمر وكرر الموضوع، رح توصل لمرحله تركض 20 دقيقه بدون ما تحس. فانت شوف شو اللي بدك اياه، اعمل البرنامج. انا دائما لما واحد بيسالني قد ايه لازم اتمرن باليوم، اتمرن وقت يكون عندك وقت فاضي. بس ما بعرف انت اساسا كيف عم تتدرب، انت ممكن يكون ما عندك فكرة عن الموضوع، عم تاخد الفيديو نفسه وتكرره. انك تاخد الفيديو نفسه وتكرره هذا مو حل، هذا للاسف ما بيكفي. فقسموا التمرين، اعملوا تمرين احماء، اول تمرين يكون احماء، بعدين تمرين بنهاية التمرين يكون كول داون، نص منتصف التمرين اللي هو القسم الرئيسي خليه من 45 ل 60 دقيقة، 45 دقيقة بيكفي. اعمل جهد على نفسك، اعمل جهد على نفسك، يعني كرر الحركات، كرر الحركات مع اضافات تانية. يعني مثلا خلينا نقول اعمل 10 مرات ضغط، بعدين اعمل سوكي سريعة قوية، تمام، ارجع كرر الموضوع، ارجع اعمل 20 مرة سكواد ودروب مايجري، تمام. يعني في تمارين القوة هاي بتيجي بجلسة واحدة، الا اذا كان اذا إلا اذا كان واحد ماشي بطريق بطولات دولية وعالمية. مثلا بتلاقي اليوم الصبح عنده كارديو، اليوم مثلا عنده كاراتيه، ثاني يوم عنده تمرين قوي اوزان، يعني بيكون مقسم يومه، باليوم بيتمرن له وقت 4 5 ساعات، وكل حصة له شيء معين يتدرب عليه، يعني مقسم الموضوع كله بقلب الاسبوع مو بقلب الحصة الواحدة. فهاي شغلة المدرب، انه يقول لك هون اليوم عندك هيك، بكرة عندك كذا. وانما الواحد ما ببلش بشغله وبيترك الاشياء الثانيه، وانما بيمشي فيهم كلياتهم بصف واحد لحتى يقدر يوصل لمرحله معينه انه يجمع الاشياء كلياتها مع بعضها. فمشان هيك راح اكرر جمله دائما بقولها، انه الواحد يتعلم من الانترنت كثير حلو وجيد، ولكن هذا لا يلغي وجود مدرب، لا يلغي وجود الاستاذ، لا يلغي وجود المعلم بشكل عام، تمام. هذا شيء كثير مهم،
حتى ولو كان بفترات متباعدة، مو ضروري يكون موجود كل مرة، وإنما ممكن كل أسبوع واحد يعمل له زيارة لشخص عنده خبرة أكبر، إنه يسأله تعال شوف أنا الفترة الماضية كنت عم بتدرب على هالموضوع هذا، شوف لي إياه كيف هلأ. تمام، هذا نحن ما عم نحكي عن المدرسة، نحن عم نحكي عن أشياء ثانوية. الكاراتيه عند بعض ناس هي شيء ثانوي، كرة السلة عند بعض ناس هي شيء ثانوي، أي شيء كان في الحياة ممكن يكون شيء ثانوي لناس وممكن يكون شيء أساسي لناس تانيين. قد ما كان الواحد بحاجة دائما لشخص يكون عنده خبرة أكبر منه ليكتسب منه الشيء اللي مفقود عنده، ويقدر حتى هو كمان نفسه يشتغل على حاله. وكان بالكاراتيه بتذكر أنا مرة من المرات دربت أسبوع على الحركات نفسها بس على المطاط، ولما التقيت بمدربي قلت له تعال شوف انا الفتره الماضيه كنت عم بشتغل على المطاط، شوف لي شو في فرق، بس خبرني اذا فرق الموضوع ولا لا. فلما اشتغلت الحركات قال لي اه بالفعل افضل، واعطاني نصيحه اشتغل عليها. تمام، هاي الخبره الاعلى بتفيد، انه عين خبيره، عين يعني عندها خبره بالموضوع بتشوف وبيعطيك الراي تبعه، انه اه اشتغل الفتره الجايه على هالموضوع هذا راح يفيدك اكثر. تمام، اذا انا بدي ابحث عن الموضوع وطبقه فهذا كل الوقت رح يروح. فإذا واحد عنده وقت ومستعد يستثمر وقته لهيك قصص ممتاز، يعني رح يوصل لوقت هو الخبير يصير. تمام، ولكن مدربي الخبرة اللي اكتسبها من تجربته هي اللي قطعت مثلا خلينا نقول 30 سنة أو 40 سنة، أعطاني إياها بساعتين ثلاثة أو ب5 سنين اللي هني أخذتهم، حاولت انا اشتغل على الشيء اللي انا الشيء المدرب اعطاني اياه والشيء اللي انا جربته كمان، صار في خليط كتير حلو. طبعا مو عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن اي شخص كان، صار في خليط كتير حلو بيقدر يعطيه للجيل الجديد، والجيل الجديد كمان بيشتغل على حاله وبيعمل نفس الموضوع، وهيك هيك تتطور الامور. كان نصيحة اخيرة، اخلطوا بين التمارين. يعني لا، في انا عندي عامل قائمة فتنس فيها تقريبا شيء 50 فيديو اذا مو اكثر، فيها تمارين لياقة بدنية وتمارين قوة. تمام، شوفوا اي جزء مناسب لكم، يعني كل فيديو 5 دقائق 10 دقائق هيك شيء، شوفوا اي فيديو مناسب خذوه واشتغلوا عليه فترة وبعدين خذوا غيره. تمام، او هو نفسه بس اعملوه بكثافة اعلى. تمام، تلاقوا بالفيديو نفسه كيف الواحد ممكن ياخذ تمرين اصعب من التمرين اللي احنا عم نشتغله، وهيك فهدول ادمجوهم بالتمرين. يعني اذا انت اخذت 10 دقائق من الكاراتيه و10 دقائق من الفتنس، عملتهم لك من كل تمرين او من كل قسم عملته 20 دقيقه، يعني تمرين الفتنس عملته 20 دقيقه، صار عندك 20 دقيقه من التمرين، تمرين الكاراتيه عملت منه او فيديو الكاراتيه عملت منه الدبل كمان عملت منه 20 دقيقه، هاي صار عندك 40 دقيقه. تمام، وفي تمرين احماء كمان شغلت 10 دقائق، وفي تمرين كول داون 10 دقائق، يعني هاي الواحد قطع الساعه تقريبا بجلسه تدريبيه حلوه خلينا نقول نوعا ما، ولكن هذا لا يلغي وجود المدرب، كان مدرب في الحقيقه او مدرب اونلاين. انا كمان في عندي كورسات اونلاين، فيكم تحكوني بالتعليقات اذا حدا عنده اهتمام، ممكن نتواصل ونشوف كيف فينا ننسق الامور. هذا كان كل شيء لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو مفيد ولو بشيء بسيط. اذا في عندكم اسئله اكتبوا لي اياها بالتعليقات، اذا في عندكم كمان فيديوهات بتحبوا تبعتوا لي اياها كمان فيكم تبعتوا لي اياها، الروابط كلها موجودين بصندوق الوصف. هذا كان كل شيء لليوم، لا تنسوا لايك للفيديو، اشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي بالفيديوهات الجاية إن شاء الله، والسلامات.